هذا هو الانتيريور الاخوان، اللهم بارك كما كتشوفوا معايا، مزيج بين الكريستال وهذا الذهبي. وهنا الاخوان لا ام جي والو. شوف اسمع اسمع، اوه شوفي كطلع ولا ماشي كامله. هو هذا ماشي كيتعرى، هذا داكشي الاخوان قلت لكم راه قديمه. جيت شوف معايا الجديد، هذا كما كتشوفوا ها هو غير كي يتضبب. السلام عليكم الاخوان، هذه هي السياره اللي عندنا اليوم كما كتشوفوا، الاي اكس. الاي كتعني بلا السياره راهي كهربائيه، الاكس كتعني الاخوان بلا السياره راهي اسوفي. كما عودتنا الاخوان بي ام في دائما اخوتي هي كتسمي السيارات ديالها الكبار، الاكس 5 الاكس 6 الاخوان. وهنا كما كتشوفوا هنا في غتبدا المغامره والعقليه الالمانيه، حيت الالمان الاخوان في السياره ديالهم الكهربائيه كانوا يعني بسهوله يقدروا يشدوا الاكس 5 ديالهم اللي هي ناجحه ويديروا لها محرك كهربائي وغتسمى هي عندهم طوموبيل كهربائيه. ولكن الاخوان العقليه الالمانيه لا، فهما خوتي داروا واحد المغامره بزاف الاخوان كما كتشوفوا، يعني تخلاو على واحد السياره اللي هي الاكس 5 الاخوان اللي ناجحه بزاف، وعاودوا معنا حاجه من جديد الاخوان كما كتشوفوا. كما راكم عارفين الاخوان يعني المستقبل وهذه التكنولوجيا اللي وصلها للعالم، فهذا الشيء هو اللي ولا كيتطلب اخوتي. ها انتم كما كتشوفوا عندنا الاخوان هذه الاضواء اللي يا سلام. شوفوا اخوتي عمليات الترحيب فاش كتجي عند السياره، شوفوا الطريقه باش كيشعلوا باش كيطفاو، يا سلام اخوتي. هنا كما كتشوفوا الاخوان هادو هما لي جونت اللي عندنا، هاد لي جونت راه هما ديال 20، وهادو مديرون على حساب الانسيابيه ديال الهواء، يعني الهواء كيديروا احسن انسيابيه وكيبردوا لي ديسك لداخل هنا. هنا الاخوان في هاد السياره هادي الانسيابيه ديال الهواء فهي جد جد اخوتي مهمه، مع راكم عارفين يعني اي بلاصه غيضرب فيها الهواء غادي تقلنا الاخوان هاد الطوموبيل، وديك التقوليه اللي غيتقلها كتعني غادي تكونسومي انرجي اكثر، والالمان الاخوان ما باغينش هادشي في مره. يعني السياره بقات الاخوان محافظه على الكريل اللي كنا كنشوفوا مؤخرا من عند البي ام، الا هذه واحد الكريل شويه مختلفه لان مديوره الاخوان بواحد الماتريال، هاد الماتريال كيعالج راسو براسو، يعني الا تجرحات كتصاوب راسها براسها. اول مره بي ام غادي دير هاد الماتريال هذا اخوتي. وهنا كما كتشوفوا الكاميرا 360 امور هاد الكريل مخبعين بزاف ديال لي سنسور الاخوان. وهنا كما كتشوفوا كاين واحد اللعيبات واحد التيوات رقيوقين هذوك الاخوان على حساب السخونيه، يعني الا مشينا الطوموبيل دينها لواحد البلاصه اللي بارده بزاف حتى ناقص 40، هذوك اللعيبات كيسخنوا الاخوان باش هاد لاكريل هذه كتبقى صافيه، ودوك لي سنسور اللي مورها تيخدموا الاخوان مزيان. صراحه انا الاخوان الالمان اللهم بارك، هذا كما كتشوفوا هو الامامي وكلها كما قلت لكم، يعني ما كنحتاجوش الاخوان الهواء ولا شي حاجه، كلها الطوموبيل مسدوده. وهنا كما كتشوفوا عاوتاني الاخوان حتى في الاضواء داروا لنا اضواء جداد، البي ام يزر، ولكن شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله وصلح النبي. بالاضافه كاين هنا الاخوان تما واحد الكزينون اخوتي اللي كيعاوننا في الطريق، يعني فاش كنبغيو ندورو في شي منعرج كيدور معانا، الا كانت الطوموبيل جايه من الجهه الاخرى مضويه بزاف هما الاخوان تنقصدوا. صراحه الاخوان بي ام دارت واحد العمل اللي عشان نقول لكم اخوتي، يعني هربت بزاف على تيزلا، هربت بزاف الاخوان على تيزلا. هنا كما كتشوفوا الكابو ما عتج الاخوان حق نحلوه، تقدر تحلو الا الوكاله ديال بي ام في الاخوان، ولكن هنا دير لنا البلاصه ملي كنديروا الماء ديال السويكلاص اخوتي. هانتوما كما كتشوفوا يا سلام، اللهم بارك الاخوان، هذا هو الاسوفي. ودابا اخوتي غادي نمشيو نشوفوه من لدا. هانتوما يا سلام، كتحط غيدك وكيتحل الباب وكتبدا عاوتاني فخامه. هذا هو الانتيريور الاخوان، اللهم بارك كما كتشوفوا معايا، مزيج بين الكريستال وهذا الذهبي. وهنا الاخوان كله جلد، هذا الماتريال الاخوان اللي دايرين الالمان في هذه السياره فهو صديق للبائع، حيت كما كنقول لكم دائما الالمان الاخوان بغاو يصنعوا سياره كهربائيه. علاش غنصنعوا سياره كهربائيه؟ على حساب البيئه. ها انت اخي ديال كاع الماتريال اللي دايرين هنا فهو صادق للبيئه. شوفوا معايا الاخوان الباب تبارك الله وصل عن بي، عندنا اخوتي هذا الكريستال هذا على حساب لي بوزيسيون ديال الكرسي، وكاين الاخوان الذهبي، يعني مشات الاخوان ديك الطريقه باش كنا كنحلوا الباب في قديم تجي هنا وديرها، لا هنا الاخوان كتجي غير هنا وكتبرك، ها هو الباب تحل. بالاضافه الاخوان هنا كاين واحد ليكلاراج دومبيونس، الا كانت شي طوموبيل جايه واخا نبرك هنا الاخوان ما كيتحلش الباب، وهذا ليكلاراج دومبيونس كيشعل بالاحمر باش يعلمك بالله راه واحد السياره الاخوان جايه. شوفوا تبارك الله وصل عن بي معايا هذا الذهبي هذا اللي كاين هنا وهنا وفي الفولو الاخوان، وكاين الاخوان حتى من هنا. بالاضافه هذيك راه اخوتي كما كتشوفوا الطريقه اللي عطاوه علقوها الاخوان بحال الطريقه اللي كنعلقوا بها حنا البلازما عندنا في الدار. واش نقول لكم الاخوان واحد سلاسه فيه، ها حنا جايين وغادي نهضروا الاخوان، كاين بزاف ما يتقال الاخوان على هذا الكرو. هنا كما كتشوفوا هذا هو الفولو، يعني الاخوان حتى في الفولو داروا لنا حاجه جديده،
ما جابوا والو من القديم، كل شيء جديد هنا كما كتشوفوا. دائما باش تعرف راسك راك راكب في سياره كهربائيه. هانتوما الاخوان هنا يا نورمال مو كانت كتكون البواطه فيتاس اللي شاده لنا هذه المساحه. هنا الاخوان كما كتشوفوا عطاتنا لسباس، وشوفوا تبارك الله وصل على البال الاخوان هذا الابداع من بي ام. هنا الاخوان مزيج بالخشب وهذا الكريستال اللي شفناه الاخوان في البيبان، وهذا فيتاس هو الاخوان كريستال. شوف وهنا ملي كديماري الاخوان الطوموبيل يا سلام. وهنا كما كتشوفوا هذا الذهبي اللي داير في السياره كامله الاخوان. هانتوما كنبركوا هنا، هنا تقدر تخبي المسائل ديالك. وبالنسبه للاخوان اللي تحت كما كتشوفوا الاكواب، وهنايا على حساب التليفون، يعني الاخوان البلايص ديال التليفون اللي شارجور دايرين بزاف، حيت هما الاخوان تيعرفوا بالله راه حنا ولينا في واحد العصر كل شيء الاخوان ولا بالتليفونات. هنا شوفوا معايا لاكليم الاخوان، هاد لاكليم هذه اللي تعمدوا فيها يديروا التكنولوجيا الخفيه، يعني ما كتشوفش الاخوان اللي طاس، ما كاينينش، كتشوف غير البلاصه ملي كيخرج الهواء. الا بغيتي تقاد لاكليم ها انت الاخ ديالي، هذا هو المينو ديال لاكليم. شوف تبارك الله وصل عنبي، سخن الكراسه، برد، اي لعيبه بغيتي الاخوان كاينه هنا. هذه اخوتي كتسمى التكنولوجيا الخفيه. وهنا كما كتشوفوا معنا هذا هو ليكرو الاخوان، واحد السلاسه اللهم بارك. شوفوا تبارك الله وصل عنبي. هنا كما كتشوفوا عندنا الراديو، عندنا التليفون، عندنا الاخوان، هذه مهمه بزاف. هنا الاخوان يعني كتعطينا كاع داكشي اللي كاين في السياره، شحال فيها ديال لاشارج، داك لاشارج فيه غادي يقدر يوصلني المحطات القرابه الاخوان باش نشارجي. وهنا الاخوان كاين واحد السنسور عاوتاني، الا ما بغيتيش انت تتحكم يعني هكا تقدر عاوتاني تحكم تا بحال هكذا، كيما تقدر تزيد الصوت بحال هكذا، تنقص بحال هكذا، بغيتي تقلب الموسيقى دير هكا. ها انتم الاخوان كيقلب، وهنا يعني كاين واحد السنسور اللي تقدر انت تبرمج الحركات اللي بغيتي انت، اي حركه ديرها هكذا، بغيتي يعيطك على التليفون، اي حركه بغيتي وكتحس بها انت سهله، تقدر الاخوان ديرها هنا وتبرمجها. وهنا الاخوان كما كتشوفوا معايا هنا لي ابليكاسيون هادو عطيهم لك البي ام، وزيد انت تيليشارجي لابليكاسيون الاخوان اللي بغيتي. هاد الابليكاسيون اخوتي كما كتشوفوا فهي الاخوان راها جد مهمه اخوتي، انا غادي نوريكم لاش كتصلح. كما كتشوفوا ستارت اوف نعم. دابا انا مشيت لشي بلاصه، ماشي شي حاجه مزيانه وخايف على الطوموبيل ديالي، كنديرها الاخوان بحال هكذا وكنمشي بحالي. اش كدير السياره؟ السياره الاخوان كتاكتيفي كاع لي كاميرا برا ولداخل الاخوان، وكتبدا تسجل اي واحد داز من السياره اخوتي تجي كتلقاه. المهم اخوتي كما كتشوفوا غادي نجيو هنا الاوف نعم، غادي نديرو اوكي. وهنا ها هما لي فيديو الاخوان اللي سجلت لنا على السياره. ها انتم كما كتشوفوا ها هو جانب الاخوان ديال السياره، كما كتشوفوا من هنا كتقلب اي جنب شتيه ها انت شكون اللي داز محدا السياره ديالك وشكون اللي شافها، وهادشي انت راك ما كاينش. وعاد الاخوان عاوتاني كاين حتى هنا لداخل كاينه الكاميرا. هاد الكاميرا الاخوان غير كتطوموبيل الاخوان كتهز شويه كيشعلوك هاد الكاميرات كاملين، ولا شي واحد جا قاص لك الجاج الكاميرات برا ولداخل الاخوان كيشعلو، يعني غير كدوز محدا الطوموبيل ما يقدر بنادم لا يجرح عليه الرجاج لا والو، كتلقى لي فيديوز ديالك وتعرف شكون اللي دار لك هادشي في الطوموبيل ديالك الاخوان اللهم بارك. ودابا اخوتي غادي نجيو ندوو واحد الطوا اللي يا سلام. شوفوا اخوتي شاد السياره كامله، وهاد الطوا هذا ماشي كيتعرى، هذا داكشي الاخوان قلت لكم راه قديم، اجي شوف معايا الجديد. هذا كما كتشوفوا ها هو غير كيتضبب باش يمنع ما تدخل الشمس. هانتوما الاخوان تكنولوجيه يا سلام الاخوان. اما بالنسبه للوراء ديال السياره الاخوان فهو ما كيقلش فخامه على الامامي. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا عندنا اول حاجه ها الطوال الاخوان اللي شاد السياره كامله، وهنايا الكرسي الاخوان ديال الشيفور اللي نقدروا الاخوان نشارجيو فيه التليفون ديالنا يا سلام. وتانت الاخوان كتستافد من هذه التكنولوجيه هذه، تقدر تحل الباب من هنا، بالاضافه عندك هنا لاكليم. وشوفوا تبارك الله وصل عنبي الاخوان الماتيريال باش مصاوب هاد الانتيريور يا سلام. هنا الاخوان كما كتشوفوا دير الاكواب ديالك داكشي الاخوان، مرتاح بزاف اللهم بارك اخوتي. انا اخوتي غادي نمشيو نضربو دوره الاخوان بها. كما كتشوفوا كنجيو لهاد الطابلو، السوير تراهما وايرلس. ها انتما الكريستال الاولى ستاره الاخوان، شوفوا تبارك الله. ومن بعد كنجيو للكريستال الثانيه اللي هي الفيتاس، كنهبطوها للدي وكنديروا بحال هكذا. واسمع معايا دابا السهات الاخوان، شوف معايا السهات، هاد السهات اخوتي اللي كاين في هاد السيارات هادو راه صراحه عنده واحد المعنى كبير الاخوان. الا كنت انا مسافر 6 ولا 7 ديال السوايع فانا الاخوان راه كنوصل مرتاح، يعني سمعوا السهات اللي في السياره كيدير، سمعوا انتم
وتا هذا الصوت هذا اللي عاطيه لكم هذا البيفان تقدر الاخوان ديزاكتيفيه. وبالنسبه للناس عاوتاني اللي بحالي انا اللي تيخدموا في شركات نهار كامل ومن بعد الماكينه طران 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 طران، فانا الاخوان كنساليو راسنا من الفوق، انت الا غتركب في هذه السياره راك راجع للدار ديجا في السياره كتبدا الراحه ديالك الاخوان. وانتم الاخوان كما كتشوفوا معنا السياره تبارك الله وهذا الفولو الاخوان يعني كتحس بالكاليتي ديال الماتيريال الاخوان اللي كيستعملوا الالمان. وهانتم كما كتشوفوا معايا داك لا كليم وليكرو اللي جايين كورفي مجرورين عندي الاخوان، تيعطيو واحد لامبيانت في السياره بالاضافه لهاد الالوان هادو الاخوان، يا سلام اللهم بارك. ولهنا كما كتشوفوا معايا رحنا الاخوان كنشوفوا السرعه اخوتي باش غادين اخوتي. شوفوا معايا الضو، شوفوا شنو التقليعه. واو شي اخوتي كدير ولا ما شتوهاش؟ راه ما تبان الاخوان لا ام جي والو. شوف سمع اوه شوفي كطلع ولا ما شتيش؟ و100 كتجيبها في رمشة عين، التسارع الاخوان ديالها من 0 ل 100 كديرو في 4 سيكوند الاخوان، 4 سيكوند. اللهم بارك اخوتي. هانتوما راه عرفات الطوموبيل الاخوان راه هي جايه. عموما الاخوان دابا ما بقى لنا الا نقول لكم البري ديال هاد السياره، ولكن قبل خلينا نهضروا على الاوتونومي. الاوتونومي ديالها اللي صراحه كتعد من احسن ما كاين في السوق الاخوان بالنسبه للمنافسين ديالها اللي هي تيزلا اكس. تيزلا الاخوان بكل احتراماتي ما بقاتش تبان مع الالمان والمرسيدس ايكو اس. هاد السياره الاخوان بهاد لي ديميسيو وهاد الفخامه وهاد التكنولوجيا اللي فيها كتشارجا في نص ساعه، نص ساعه، وتقدر تقطع بها من 590 حتى 630 كيلومتر بنص ساعه ديال لاشارج، يا سلام الاخوان. وهي الاخوان فيها 530 دالخيل بالنسبه لهذا الفيرسيو اللي كانت معنا، 530 دالخيل اخوتي وكتشارجا في نص ساعه، راه حاجه ولا اروع الاخوان، ارقام خياليه. اما بالنسبه للسعر ديال اخوتي فهو كيبدا من 83000 ديال الاورو، 83 مليون مغربيه. فانتم الاخوان قولوا لنا اخوتي كيجاكم السعر ديالها وكيجاكم كما الاخوان هاد السياره. مهم اخوتي هذا هو كل شيء، كان معكم مراسلكم من المانيا ياسين جرمان، الله معكم الاخوان.